بدوليه وبيخش جوه 18 عشان يقدر محمد هاني من اي منطقه بعد نص الملعب يودي لك خطوره هي. الناحيه الثانيه بيكهام مش هيقدر يروح لغايه هناك بالتعامل مع جونيور اجي السهوله اللي انت شايفها مش عبقري بقى الحته دي على طول هو هيبقى ديفنسر اكتر من ان هو راجل بيهاجم. عنده سرعات يعوض الحاله دي والحاله دي مع شكل عمرو السوليه وديانج ونادي هتعوض المنطقه دي او هتعوض ناحيه اليمين. الشكل اللي انت بتسال فيه ده اللاعب نفسه لما هينتشر في الملعب وهيدي عمق هجومي كويس والكره هتجري وهيحصل ثقه في اللاعبين مع بعض انت النهارده هتحس ان وجود محمد شريف وعودته معنا على الشاشه وصول فريق النادي الاهلي ملعب مباراه توفيق ان شاء الله باذن الله يكونوا مركزين النهارده ويدوا رساله لبيتا كلاب بشغلهم الشاغل جوه الملعب يعني انا النهارده اما استلم الكوره زي قفشه بدل ما يقعد يلف كده ايمن ويدور ها لازم اتنين ثلاثه لعيبه بتتحرك في العمق وبيظهروا له عشان يعمل الباص السليم يا يعمل له الوان تو يا يخش هو يديله مساحه يقدر يصوب هو سوليه سوليه لازم يكون اللي عنده تدعيم جامد جدا لمنطقه الجزاء فمهما كان رؤيه المدير الفني بيعمل ان اللعيبه كلها في سؤالك اللي انت سالته 80% اللاعب يبقى موفق بالزبط. فمش معقول هفضل ادي لعيب وبعدين اشيله واحط الثاني غيره واجرب النهارده ده اللي هيدي ولا ده أيوه. مع انك انت تاني تايم لما بتلعب بشكلك اللي هو فول باور مظبوط بتبقى موجود في ال 18 اللعيب بيديله مره واثنين وثلاثه